السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوه من شهيوات كوزينتنا. كنقترح لكم اليوم ان شاء الله بيتزا بلي زيبينار والشامبينيون وبلا كريم فريش. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو هي عندنا عجينه ديال البيتزا، سبق ليا وحضرتها انا هنايا وجدتها وغادي نخليها تخمر بين ما وجدت ليها الحشوه. اما بالنسبه للحشوه كنحتاجو واحد البصله اللي كتكون صغيره مقطعينها هكا مشنفينها، الا كانت البصله البيضاء من الاحسن لانها كطيب مزيانه، ما عنديش درت غير حمراء. واحد العلبه صغيره ديال الفطر، نص علبه ديال القشده الطريه اللي كتكون خاصه بالطياب غنحتاجو غير النص ديالها، واحد القبطه صغيره ديال لي زيبيناغ اللي مقطعه ماشي مرقينها بزاف واحد شويه، والجبن ديال الموتزاريلا من بعد عاد غادي نحكوه. اول حاجه غادي نديرو غادي نشحرو هاد البصله في واحد المقله اللي كنديرو فيها واحد جوج المعالق كبار ديال الزيت الزيتون، غادي نشحروها حتى تهبط عاد غنضيفو عليها الفطر. من بعد ما هبط الفطر هو البصله ضفت عليهم لي زيبيناغ حتى هما تشحروا واحد شويه، غادي نضيف دابا نصف العلبه ديال القشده الطريه 10 سنتيلتر تقريبا، وشويه ديال الملحه نسيت ما ذكرتهاش في المقادير. غنخلي واحد شويه هاد الكريمه تعقد وغادي نطفي عليها. هي عندي واجده غير كتتقال واحد شويه هذيك لاصوص، كنحيدوها وكنخليوها حتى تبرد مزيان عاد غادي نبداو نعمرو بها لي بيتزا. جين بيتزا بعد ما خمر واحد شويه غادي نضربو باش نخرج منه البرد. غادي ناخد نصف الكميه ديال هاد لاباط هي اللي غادي نستعمل لهاد الحشوه، النصف الاخر غادي نغطي حتى ندير ليه حشوه اللي تكون مختلفه. غادي نسرحها هاد الاولى، نرش واحد شويه ديال الدقيق ونرش البلاصه اللي كنخدم فيها حتى هي بالدقيق، وغادي نرش نسرحها على شكل دائره. هنا كيبقى على حسب ذوقكم كيفاش كتبغيو لاباط، واش تكون رقيقه اولا شويه تكون غليظه. بالنسبه ليا كنديرها متوسطه شويه، ما كنخليهاش رقيقه بزاف وما كنخليهاش غليظه باش ما تجينيش بحال الخبز. ها هي سرحتها، غادي نهزها نحطها فوق لاطا اللي درت فوقها انا السيباط. ممكن تفرشوا ورق الطهي، غادي نثقبوا بالفورشيت، غادي نثقبوا العجين بلا فورشيت، نحاولوا نتفاداو هذوك الجناب باش كيتنفخوا مع الفران وكيجي الشكل ديالهم زوين. هنايا عندي الصلصه ديال البيتزا، انا كتكون دائما عندي موجوده في الكونجيلاتور، ملي كنحتاجها كنجبدها ما كنبقاش عاد نصايب فيها، باش كتكون البيتزا كتحضر تحضر بكل سرعه. ها هي عندي هنا كيف ما قلت، غادي نجيب واحد جوج المعالق كبار تقريبا هكا يكونوا عامرين، وغادي ندهنوها مزيان ما نكثروش من لاصوص ديال البيتزا، هي كندهنوها واحد شويه هكا وصافي، ما نبقاوش نزيدو كثر صافي. وغادي ندير الحشوه عندي اللي راها بردات اللي وجدنا ديال الشامبينيون لي زيبينا، كنسرحوها هكا الفوق. بالنسبه ليا انا هذه الحشوه كامله كنديرها في بيتزا وحده باش كتجيني بيتزا عامره ما تجيش الحشوه فيها خفيفه. الا بغيتو هذه جاتكم كثيره ممكن انكم تقسموها على جوج ديال البيتزات، كتبقى دائما ديروا الحاجه على حسب ذوقكم. المهم الفكره هي هذه، ومن بعد كل واحد كيستعملها كيف ما بغى صافي. غادي دابا ندير الموتزاريلا. بالنسبه للفران شعلته سخون لان البيتزا كتبغي الفران يكون سخون، وكنطيبوها على الدرجه اللي كتكون متوسطه ما بين متوسطه ومرتفعه باش العجينه كتنشف بسرعه وكتبدا تطيب. غادي نرش الموتزاريلا اللي شديتها وحكيتها هكا من قبل، حكيتها في حكاكه الغليظه، وغادي ندخلها صافي للفران طيب. البيتزا بعد ما طابت ديال لي زيبينا والشامبينيون هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيكون. زينتها بشويه ديال الفخوما ديال الزيتون كحل اللي قطعته وحطيته هكا من الفوق، محده باقا سخونه باش كيلصق على الفخوماج. نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل. حاولوا ما امكن ان العجينه ما ديروهاش رقيقه بزاف باش ما تكرمش لكم لاباتا بيتزا مع الفران، وكتجي قاصحه كتجيش مزيانه هكاك من غير الا كنتو كتفضلوها انها تكون رقيقه ومقرمشه.
كنتسناو على واحد شويه تبرد قبل ما نقطعوها باش هذيك لا كريم كتكون متماسكه كما ملاحظين وما تجيش سايحه على ملي تبداو تقطعوا فيها. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيكون. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد وبصحه وراحه.